كل عام وحضراتكم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أحرص وأدوم. يعني إن شاء الله بغروب شمس الغد بمشيئة الله تعالى هنكون دخلنا في العشر الأول من ذي الحجة. ده إمتى ده؟ بغروب شمس آخر يوم في ذي القعدة. إذا غربت الشمس آخر يوم في ذي القعدة كده يبقى احنا دخلنا أول ليلة من ذي الحجة. والليالي دي عظيمة يا حضرات، ليالي مباركات للأسباب الآتية. رقم واحد أن الله أقسم بها، قال تعالى والفجر وليال عشر، الواو حرف قسم، فربنا بيقسم بالليالي العشر. والله عظيم لا يقسم إلا بعظيم، يبقى الليالي دي عظيمة. اتنين، بنقرأ في سورة البروج بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج، الله بيقسم بالسماء. واليوم الموعود ده اللي هو يوم القيامة. وشاهد، الله يقسم بالشاهد اللي هو يوم الجمعة. ومشهود اللي هو يوم عرفة، ويوم عرفة أحد الأيام العشر. رقم ثلاثة، إنه هذه الأيام هي الأيام المعلومات اللي أشار القرآن إليها في سورة الحج، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، الأيام المعلومات اللي هي العشر الأول من ذي الحجة. رقم أربعة أو ثلاثة، عدوا بقى حضرتكم. الرقم اللي بعد كده يعني إنه فيها يوم عرفة. إيه يوم عرفة ده كمان؟ ده يوم عرفة ده أفضل يوم في السنة كلها يا حضرات. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. إحنا كنا ندعي في رمضان نقول إيه؟ اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. إيه يعني إيه من عتقاء شهر رمضان؟ يعني ربنا يعتق رقبنا من النار، يحرمنا على النار، ما ندخلش النار ولا نشوفها. حلو قوي. في ناس ربنا اعتقهم في رمضان شهر كامل اهو، لله في كل ليلة من رمضان، لله في كل ليلة عتقاء من النار. حلو. عندنا كم يعني عتقاء ربنا في رمضان؟ قد ايه؟ مليون، اتنين، خمسة، عشر، عشرين، تلاتين، مليون، نص مليار، مليار. يوم عرفة ده بقى اكتر يوم على الاطلاق. قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ده يوم العتق ده. اليوم ده يا حضرات يتجلى فيه ربنا سبحانه وتعالى ويقول للملائكة انظروا يا ملائكتي هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا. الناس اللي راحت تحج تركت ديارها وأوطانها وأولادها وأموالها وذهبوا ملبين لله تبارك وتعالى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حقا حقا. الناس دي بقى ربنا بيغفر لهم. شوفوا ازاي يعني يباهي الله تبارك وتعالى بأهل الأرض أهل السماء. طيب العشر الأول من ذي الحجة برضو أيام عظيمة. ليه؟ لأنه فيها يوم النحر، يوم الحج الأكبر، يوم العيد. ده يوم عظيم جدا عند ربنا يا حضرات. شوف ازاي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما عمل بنو آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله من إراقة الدم. من أعظم الأيام، من أعظم الأيام عند الله عز وجل يوم النحر ده. كذلك في 11 و12 و13 ذي الحجة دي اسمها أيام التشريق اللي القرآن قال واذكروا الله في أيام معدودات. إذن العشر الأول من ذي الحجة ديت فضلها عظيم قوي. حتى سيدنا النبي قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. يعني أفضل وأعظم أيام تعمل فيها عمل صالح هي العشر الأول من ذي الحجة. إيه رأيك بقى؟ أيام عظيمة جدا. حتى العلماء يعني قعدوا يتكلموا في الموضوع ده لما جاء من أحاديث نبوية وآيات قرآنية تدل على عظم هذه الأيام. فقاموا العلماء قالوا طب هي الأيام دي أعظم العشرة دول ولا العشرة
الأواخر من رمضان. قعد يقول لك حيرتونا يا مشايخ لما قوم العشرة الأواخر من رمضان، اعتبروا لنا يلا يا جماعة، يلا يا جماعة العشرة الأواخر من رمضان، ودول صوم عظيم جدا، ودول فضلهم كبير جدا، ودول. ولما قوم العشر ذي الحجة، يلا يا حضرات العشر الأول من ذي الحجة، يلا اجتهدوا. أنهي عشرة أفضل؟ العلماء قالوا إنه أفضل العشرة، هل العشرة ذي الحجة ولا العشرة أواخر من رمضان؟ أيهما أفضل؟ قالوا لا، العشر الأول من ذي الحجة. ليه؟ اشمعنى؟ لأنها العشر الأول من ذي الحجة هي العشرة الوحيدة في السنة كلها اللي اجتمعت فيها أمهات الفضائل. بمعنى إيه أمهات الفضائل؟ أعلى حاجة الصلاة. حلو، العشرة الأول من ذي الحجة فيهم صلاة؟ آه، كلكم قلتوا آه فيهم صلاة، كويس. طيب اتنين، إيه 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 أعظم الفضائل تاني؟ الصدقة. شوف ازاي ده الإنسان لما بيموت، لما بيشوف الموت وهو بيموت كده فيقول يا رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، نفسه يرجع الدنيا عشان يتصدق، صدقة دي عظيمة. العشرة الأول من ذي الحجة فيهم صدقة؟ آه فيهم صدقة. طيب، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، الصيام ده لله والله يجزي به. فيهم صيام؟ آه فيهم صيام، ده يوم عرفة يوم 9 ذي الحجة، صيامه لغير الحاج يكفر سنتين، سنة مضت وسنة جاية. طيب يبقى فيهم صيام، خدوا بالكم، فيهم صلاة؟ قلنا فيهم صلاة. فيهم صدقة؟ آه فيهم صدقة. فيهم صيام؟ آه فيهم صيام. فيهم حج؟ آه فيهم حج. حلو، دي دول الأربعة دول اسمهم أمهات الفضائل. طب العشرة أواخر من رمضان فيهم صلاة؟ آه فيهم صلاة. فيهم صدقة؟ آه فيهم صدقة. فيهم صيام؟ آه فيهم صيام. فيهم حج؟ لا ما فيهمش حج. يبقى العشرة الأول من ذي الحجة اجتمعت فيها أمهات الفضائل الأربعة، الصلاة والصوم والصدقة والحج، اجتمعوا في عشر أيام. طب العشرة أواخر من رمضان فيهم صلاة؟ آه فيهم صيام؟ آه فيهم صدقة؟ آه، إنما فيهمش حج، عشان كده قالوا العشرة الأول من ذي الحجة إيه؟ أفضل. كذلك يوم عرفة ده واحد من اليهود بيقول إيه؟ بيقول أنتوا يا معشر المسلمين في يوم عندكم نزلت فيه آية، لو الموضوع ده حصل عندنا احنا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، كنا عملنا احتفالية وعيد. ايه الموضوع ده؟ ان في يوم عرفة نزل قول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ده اليوم اللي ربنا اكمل فيه الدين واتم فيه النعمة، فده يوم عظيم جدا اللي هو يوم عرفة ده، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، وبالمناسبة كان يوم جمعة. شوف، فعشان كده احنا قلنا ربنا قال وشاهد ومشهود، الشاهد اللي هو يوم الجمعة والمشهود اللي هو يوم عرفة. تخيلوا بقى لما اليومين دول يجتمعوا في وقت واحد يبقى اعظم واعظم. عشان كده النبي لما حج عليه الصلاة والسلام تزامن ان يوم عرفة اللي هو 9 ذي الحجة اللي النبي وقف في ارض عرفة وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، اليوم ده كان يوم جمعة برضو. عشان كده الحجاج يعني بيقعدوا يحسبوا كده بقى، يا ترى اني سنة هيكون فيها عرفة يوم جمعة؟ الموضوع ده بيتكرر كل كام سنة كده، بيتكرر يعني بتبقى عرفة يوم جمعة. في الوقت ده بتلاقي معظم الناس بيحرصوا ان هم يؤدوا فريضة الحج في العام ده. بالمناسبة يعني من المحتمل ان شاء الله انه السنة الجاية في الحج هيبقى يوم عرفة جمعة. يلا عشان تجهزوا الارشنات من دلوقتي، ربنا يسرها لنا ويفتحها لنا.